بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية دير الزور معمل الورق، المستمع سعيد حسن الحسيني. الأخ سعيد يقول في أحد أسئلة له: هل تجوز قراءة القرآن بدون تجويد علما بأنني لا أعرف التجويد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فلا حرج في ذلك والحمد لله، لك أن تقرأ وإن كنت لا تعرف التجويد. إنما التجويد مستحب لمن استطاع ذلك وتيسر له ذلك، لأنه يعطي الحروف حقها، ولأنه يحسن الصوت بالقراءة، فإذا تيسر ذلك فهو مطلوب، وإن لم يتيسر فلا حرج في ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام بررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران. الله هذا بفضل الله جل وعلا، أخبر له أجران وإن كان يتتعتع ما يحسن القراءة كما ينبغي. الله أكبر. له أجران، يعني في جهاد مجاهد نفسه في قراءة كتاب الله، يتدبر ويتعقل ويتعلم حتى يؤدي ما استطاع من القراءة. لكن إذا تيسر لك أيها الأخ من يعلمك ويعينك فافعل ذلك حتى تكون القراءة أجود إن شاء الله وأكمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فخيار الناس هم أهل القرآن الذي يتعلمونه ويعلمونه الناس حتى يستفيد الناس، وحتى يقرأه كما ينبغي، وحتى يعملوا بذلك. والمقصود من التعلم هو العمل، العلم وسيلة، فالمقصود هو أن تعمل بطاعة الله، وأن تدع معصية الله، وأن تقف عند حدود الله حتى تستحق من الله الثواب الجزيل والعاقبة الحميدة فضلا منه وإحسانا سبحانه وتعالى. ولكن لا يلزمك أن تؤدي القراءة على الطريقة المتبعة عند أهل التجويد، أديها كما يسر الله لك والحمد لله. الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: هل يجوز تعليق الآيات القرآنية في محلات بيع الأحذية؟ لا نعلم مانع من تعليق الآيات في المخاتب وفي المجالس وفي الدكان للتذكرة والعظة، ولو كان يبيع الحذاء أو يصنع الحذاء لا يضر، لأن هذا ليس فيه امتهان الله، هذا معلق كأن يذكر الناس بشيء ينفعهم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أو يكتب آيات: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أو حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة وقوموا لله قانتين، أو ما أشبه ذلك من الآيات التي فيها ذكرى وعظة، ولا يسمى ذلك امتهانا. هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم. نعم. جزاكم الله خيرا. هل تجوز قراءة القرآن الكريم في محلات البيع والشراء؟ نعم، لا حرج في ذلك، يقرأ الحمد لله، يقرأ في دكانه وفي مبسطه، وإذا جاءه الزبون كلمه، وإذا فرق قرأ، يجمع بين المصلحتين القراءة والذكر ونحو ذلك، وإذا جاء لصاحب الحاجة كلمه، وقف عن القراءة وكلم صاحب الحاجة، وإذا ذهب أصحاب الحاجة واشتغل بالقراءة أو بالذكر فهذا خير عظيم وفضل كبير. الله أكبر. نعم. جزاكم الله خيرا. من مدينة العيس في ضواحي ينبع، المستمع مساعد مرزوق السناني بعث برسالة ضمنها بعض الأسئلة. يقول في أحدها: رجل اغتسل غسل الجمعة وصلى مع الجماعة وهو لم يتوضأ وضوء الصلاة،
ولم يذكر ذلك إلا وهو في الصلاة، لم يذكر أنه لم يتوضأ بعد الغسل فصلى معهم، فهل صلاته صحيحة أم ماذا يجب عليه إذا كانت صلاته غير صحيحة بعد مضي وقت طويل؟ عليه أن يعيد الصلاة ظهرا، يصلي ظهرا، لأن الغسل لا يكفي عن الوضوء، غسل الجمعة لا يكفي، بل لابد من الوضوء الشرعي. لكن لو كان غسل الجنابة ونوى الحدثين أجزى، أما غسل المستحب غسل الجمعة هذا لا يكفي، بل عليه أن يعيد الصلاة ظهرا، لأن الجمعة لا تقضى إلا ظهرا. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا الغسل المستحب لا يجزي عن الوضوء حتى لو نوى؟ لا يجزي عن الوضوء، لا، إلا إذا رتب، إلا إذا رتب، غسل وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه وأذنيه ثم غسل إليه في أثناء الغسل، لا بأس، يعني كأنه توضأ. نعم، توضأ ويغتسل بالترتيب يعني. نعم، والنية. نعم، جزاكم الله خيرا. رجل صلى مع جماعة فريضة، وهذا الرجل فاتته ركعة واحدة من الفريضة فسهى الإمام. رجل صلى مع جماعة فريضة وهذا الرجل فاتته ركعة واحدة من الفريضة فسهى الإمام وصلى ركعة زيادة على المكتوبة، هل الرجل المتأخر يسلم مع جماعة أو يكمل الركعة التي فاتت؟ هذا الرجل لا يقوم في الزيادة، إذا كان يعلم أنها زيادة لا يقوم، يجلس مع الناس، وهكذا الجماعة لا يقومون ينبهون سبحان الله سبحان الله ولا يقومون معه، فإن رجع فالحمد لله، وإن لم يرجع صبروا حتى يسلم، لأنه قد يعتقد أنه مصيب، فإذا سلم سلموا معه، إذا كانوا يعتقدون أنه مخطئ لا يقومون معه، وهكذا الذي فاتت الركعة لا يقوم معه إذا كان يعلم أنها زائدة، فإذا سلم إمام قام وقضى الركعة التي فاتت، لأن القضاء إنما يكون بعد السلام، بعد سلام الإمام، وإذا قام معه جاهلا ما درى عنها أنها زيادة فإنها لا تجزئه على الصحيح، وإنما يقضي بعد ذلك إذا سلم إمامه قضاء، هذا هو الصواب. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: عند كثير من النساء عادة وهي إذا جاء قريب لأبيها أو قريب لأمها وهو لم يكن محرم تقوم بمصافحته باليد بدون حاجز أو بدون أن يكون هناك على اليد شيء، هل هذا جائز؟ لا تجوز مصافحة الرجال من النساء إذا كانوا غير محارم، الواجب أن تمتنع من هذا. أما السلام بالكلام فلا بأس، سلم بالكلام، مشروع السلام بالكلام، أما بالمصافحة فلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. فكان عليه الصلاة والسلام ما كان يصافح النساء غير المحارم، أما المحرم فلا بأس، صافح أخته عمته أمه لا بأس، أما ابن عمه أو ابن عم أمه أو ابن خاله، يعني ابن خالها أو ابن عم أمها لا تصحح، ابن عم أمها أو ابن خال أمها أو جارهم لا، ولو كان قريبا لأمها إذا كان ليس من محرم أو قريبا لأبيها، إنما سلموا عليه بكلام: حياك الله، وعليكم السلام، كيف حالك يا فلان، كيف أولاده، كيف أهله، طيب. أما المصافحة فلا، ولو من دون حائل، لا تصافح أبدا ولو من دون حائل، المصافحة لا تجوز مع الرجال الأجناب، إنما تصافح محرمها كأخيها وزوجها وعمها وأبيها ونحو ذلك، أو النساء تصافح النساء لا بأس، أما أن تصافح رجل أجنبيا كأخي زوجها أو عم زوجها أو زوج أختها أو جاء أحد جيرانها كل هذا لا يجوز، وفيه فتنة وشر. نعم، جزاكم الله خيرا. من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة بعث بها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف ميم واو دال مصرية الجنسية، يقول: أنا وبنت أختي رضعنا من أختي، فهل يجوز لأولادنا أن يتزوجوا أولاد بنت أختي التي رضعنا أنا وهي من أختي؟ أعيد. يقول: أنا وبنت أختي رضعنا من أختي، فهل يجوز لأولادنا أن يتزوجوا أولاد بنت أختي التي رضعنا أنا وهي من أختي؟
هي صارت أما لكم، صارت أما لكما، أختك صارت أما لكما، وبنتها وبناتها أخوات لكما، وعمات لأولادك، وخالات لبنت الأخت التي رضعت معك، فليس لهم، ليس لأولادكم التزوج من بناتها، لأنها صارت بهذا الرضاع أما لك ولبنت أختك التي رضعت معك، وكأن مرادك بنت أخت أخرى. فالحاصل أن هذه المرضعة التي هي أختك صارت أما لكما وجدة لأولادكما، فأولادها أخوال لأولاد البنت وأعمام لأولادك أنت، فليس لأولادك يتزوج من بناتها. نعم، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية أيضا، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول سميرة مساعدة. الأخت سميرة لها عدد من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل يجوز تحنيط الحيوانات والطيور؟ وهل يجوز اقتناء هذه الحيوانات والطيور المحنطة في البيت؟ لا يجوز ذلك لأمرين: أحدهما أنه عبث وإضاعة مال، والثاني أنه يفضي إلى اعتقادات باطلة في ذلك، وربما أفضى أيضا إلى تعليق الصور التي لذوات الأرواح تأسيا بمن علق هذه الحيوانات المحنطة، فالذي نفتي به المنع من ذلك لهذين الأمرين: لأنه إضاعة مال، ولأنه قد يفضي إلى اعتقادات فاسدة، وهناك علة أخرى ثالثة قد يفضي أيضا إلى تعليق الصور، لأن من رآهم ظن أنها صور فيقتدي بهم ويصور مثلهم، فالحاصل أن هذا العمل ليس بجائز. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول: ما حكم من سب الدين أو سب الرب في إحدى الساعات، ولما حان وقت الصلاة توضأ وصلى الفريضة، فهل أداء الفريضة في ذلك الوقت يعتبر بمثابة إعلان التوبة؟ سب الدين وسب الرب ردة عظمى عن الإسلام، نعوذ بالله. فالواجب على من فعل ذلك يبادر بالتوبة والندم والإقلاع، ولا تكفي الصلاة، جعل الصلاة ما يكفي، بل لا بد من توبة صادقة وندم على ما وقع منه، وعزم صادق أن لا يعود في ذلك، لأن جريمة عظيمة، فلا يجوز له أن يتسهل في هذا الأمر، بل يجب أن يبادر بالتوبة، وحقيقتها الندم على الماضي منه، الندم الحقيقي والحزن على ما وقع منه، والعزم الصادق أن لا يعود في ذلك. وقبل أن يفعل هذا صلاته غير صحيحة، لأنها صلاة كافر، فلا بد من توبة قبل الصلاة. نعم، جزاكم الله خيرا. تسأل سؤال آخر وتقول فيه: هل يجوز استعمال الميش، وهو عبارة عن مادة كيماوية توضع على الشعر فيصبح الشعر ذا لونين، يعطي نوعا من الجمال للشعر، وهذه المادة لا تزول إلا مع مرور الزمن أو قص الشعر، ولا يزول بأي مادة منظفة، طبعا يعمل ذلك للزوج وليس للتبرج أمام الناس؟ لا مانع من ذلك إذا كان لا يصبغ سوادا، أما إذا كان يصبغ سوادا فلا يجوز، لأن النبي عليه السلام قال: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. فإذا كان هذا الميش يصبغ حمرة أو صفرة فلا حرج في ذلك، إذا كان طاهرا ليس فيه نجاسة وليس من المخدرات ولا المسكرات فلا بأس بذلك، إذا كان شيئا طيبا طهورا لا حرج فيه ولا محذور فيه ولا نجاسة فيه فلا بأس. ماذا عن الغسل سماحة الشيخ إذا كان هذا الدهان يبقى إلى الأبد على الشعر؟ هذا مثل مشاط، لا يمنع، مثل ما يقع مثل الرأس من المشط، المشاط والحنة ونحو ذلك، لا يمنع، لا يمنع المسح. نعم، لا يمنع ما يوضع على الرأس من ما تحتاجه المرأة من زينة الرأس من حنة أو حاجة أخرى في الرأس وقت فتل الشعر وظفرة، لا حرج فيه، لا يمنع. كان يساوي النبي صلى الله عليه وسلم يمسحن على ما يقعن على ما يفعلن في رؤوسهن من أنواع المشاط. نعم، لكنه يمنع الماء إلى الشعر الأصلي.
المقصود مسح الرأس فقط. مقصود الرأس هم مقصود أصول الشعر. نعم. المقصود مسح ظاهر الرأس. الشعر نفسه. ظاهر الرأس. ظاهر. وإذا كان عليه شيء مما يحتاجه النساء فلا يمنع. ما يضر. جزاكم الله خيرا. تسأل في أحد أسئلتها وتقول: هل في لبس المرأة للذهب على شكل أساور أو دائرة مغلقة حرمة، أم أن جميع أشكال الذهب حلال لبسه بالنسبة للمرأة؟ جميع أنواع الحلي جائزة للمرأة من الذهب والفضة، ولو كانت محلقة ولو كانت أسورة ولو كانت قلائد. المقصود جميع أنواع الحلي، محلقة وغير محلقة، كالخاتم والسوار وقلادة في العنق ونحو ذلك، كله حلال. قد حكى غير واحد من العلم إجماع العلماء على ذلك، واعتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، فلا حرج في ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. قد لبس زوجاته الخواتم من الذهب والفضة ولا حرج في ذلك، والحمد لله. أما قول من قال إنه من المتأخرين إن المحلق يحرم، هذا قول لا أصل له ولا صحة له، بل هو قول مرجوح غير صحيح بل باطل. الصواب أن المحلق من الذهب والفضة كل ذلك حلال للنساء، سواء كان أسورة أو خواتم أو غير ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. ما تعلق بعض الناس من أحاديث وردت في ذلك، نعم، كلها منسوخة غير صحيحة، بعضها غير صحيح وبعضها منسوخ، بعضها منسوخ بالأحاديث الصحيحة الدالة على حل الذهب والحل لإناث الأمة، وبعضها غير صحيح. نعم. بارك الله فيكم. هل يجوز للمرأة أن توفر النقود من مصروفها ومصروف البيت والأولاد دون علم زوجها، مع العلم أن ذلك لا يؤدي إلى بخل أو تقتير، بل من باب عدم الإكثار والإسراف في المصاريف، يعني الاقتصاد في المصروف؟ إذا كان ذلك لمصلحة شرعية وعدم الإسراف وعدم التبذير فهي مأجورة، لكن تخبر الزوج بذلك، تخبر الزوج بذلك حتى يصرف المال في جهة أخرى. أما أن تدخره لنفسها دون علم الزوج فلا. فإذا كان الاقتصاد لمصلحة البيت ومصلحة الزوج وعن علم الزوج فلا بأس بذلك، لأن الإقتصاد مطلوب والإسراف محذور والتبذير كذلك، فينبغي المرأة أن تكون مقتصدة. فإذا كان الزوج يتساهل فينبغي لها أن تكون عندها عناية بالمصارف حتى لا تصرف إلا في وجه مناسب، وحتى تبتعد عن التبذير والإسراف. وإذا كان الزوج يتساهل فلا ينبغي لها أن تتساهل، والمال سوف ينفعهما جميعا. نعم. نعم. أما دون علم الزوج كما تقول لا، لا بد تخبره بذلك حتى يكون على بينة، وليس لها أن تأخذه لنفسها المال، بل يكون للزوج ولمصلحة الزوج والأولاد وأهل البيت حتى يكون على بينه، لأن إذا لم تخبره قد يزين لها الشيطان أن تصرفه في حاجات أخرى لها تخص بها نفسها. نعم. جزاكم الله خيرا. آخر سؤال لأختنا في هذه الحلقة يقول: يجري في بعض المعارض التجارية أو معارض الألعاب السياحية سحب على أرقام بطاقات الدخول، حيث لمن أراد دخول المعرض يدفع ثمن بطاقة الدخول ويدخل ويشاهد ما في المعرض أو يشارك في بعض الألعاب، ومن فترة لأخرى يجري السحب على أرقام بطاقات الدخول وتوزع جوائز، هل يجوز أخذ هذه الجوائز علما بأن الداخل للمعرض لم يخسر شيئا بل شاهد ما في المعرض أو شارك في بعض الألعاب مقابل ثمن بطاقة الدخول؟ أعيد. تقول: يجري في بعض المعارض التجارية أو معارض الألعاب السياحية سحب على أرقام بطاقات الدخول، حيث لمن أراد دخول المعرض يدفع ثمن بطاقة الدخول ويدخل ويشاهد ما في المعرض أو يشارك في بعض الألعاب، ومن فترة لأخرى يجري السحب على أرقام بطاقات الدخول وتوزع جوائز، هل يجوز أخذ هذه الجوائز علما بأن الداخل للمعرض لم يخسر شيئا بل شاهد ما في المعرض أو شارك ببعض الألعاب مقابل ثمن بطاقات الدخول؟ هذا من القمار، ما يجوز. هذا قمار وميسر، لا يجوز. وأكل الأموال بالباطل، نسأل الله العافية، قد يخسر ولا يستفيد شيئا. نعم. نسأل الله العافية. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من جدة، هو محمد أحمد علي. أخونا محمد رسالته مطولة كثيرا، ملخص ما فيها أنه يشاهد بعض المصلين يتكلف في المباعدة بين القدمين أثناء الصلاة، ويرجو من سماحة الشيخ التوجيه. السنة للمؤمن في هذا أن يقارب بين قدميه ولا يؤذي جيرانه، وهكذا الآخر والآخر كلهم يتقاربون ويسدون الخلل بينهم والفرج، ولا يؤذي بعضهم بعضا، فيكون قدماه منتصب في مكانهما المناسب من حيث لا يؤذي من عن يمينه وشماله، وهكذا الآخر والآخر كل واحد يلصق قدمه بقدم صاحبه حتى لا يكون بينهما فرج، ومن غير أذى ولا محاكة ولا أذى هكذا. أما يفشح حتى يؤذي من حوله فلا يجوز هذا، الواجب أنه يجر صاحبه إليه والآخر يجر صاحبه إليه حتى يسد الفرج ويتقاربوا من دون أن يؤذي بعضهم بعضا، تكون مقاربة يسد بها الخلل ولكن ليس فيها إيذاء ولا مضايقة للمصلي، كل واحد يلاحظ أخاه ولا يضايقه ولا يؤذيه، ولكن مع هذا يسدون الخلل يتقاربون من غير حاجة إلى أن يفشح هذا ويفشح هذا، بل يتقاربون حتى يسد الخلل بينهم، هذا هو المشروع وهذا هو الواجب. جزاكم الله خيرا. أيضا من الأشياء التي يلاحظها على بعض المصلين أمور ذكر منها مثلا مجافات المرفقين بشدة، الامتداد الفاحش حال السجود، الجلسة الخفيفة قبل القيام للركعة الثانية، وهل هي لازمة؟ أيضا يلاحظ أن هناك من يبالغ في الالتفات إلى الوراء عند التسليم والتورك للمأموم في الصف المزدحم، والتماوت كما يقول في الصلاة، ووضع الكف على الكف لا على الرسغ في القيام، يرجو التوجيه حول هذه الأمور سماحة الشيخ. السنة للمؤمن أن يلاحظ عدم الأذى فلا يؤذي جيرانه بمرافقه، بل يتضامن بعض الشيء حتى لا يؤذي أحدا، وإن كان مشروعا له المجافات بين عضديه وجنبيه لكن لا يضايق إخوانه إذا كان الصف في ضيق وحال السجود، فيفرج حسب الطاقة من غير أذى، كل واحد يلاحظ عدم الأذى يفرج مهما أمكن من غير حاجة للإذى، وإذا لم يستطع فلا يؤذي جيرانه، ولو ضم عضديه إلى جنبه إذا لم يستطع فإنه لا يؤذيهم ولا يشق عليهم بل يرفق بهم، فالمؤمن أخو المؤمن، والله يقول سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فالمسلم لا يؤذي أخاه ولا يضره، وهكذا الامتداد حال السجود غير مشروع، السنة يعتدل في السجود ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه، ويكون معتدل ويرفع ذراعيه للأرض ويعتمد على كفيه في السجود، ويكون معتدلا اعتدالا كاملا لا شبه المنبطح يود نفسه كالمنبطح، بل يعتدل ويقيم ظهره وبدنه بإقامة تامة حتى يكون معتمدا على كفيه رافعا بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه حال السجود، هذا هكذا ينبغي المؤمن، ولا يكون متفاوتا في الصلاة بل يكون عنده العناية التامة بالصلاة والخضوع فيها والإقبال على الله عز وجل حتى تكون صلاته صلاة خشوع وإقبال على الله وطمأنينة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وكذلك لا يبالغ المبالغة الزائدة، السنة كان النبي إذا التفت في السلام يلتفت حتى يرى بياض خده عليه الصلاة والسلام يمينا وشمالا، فلا يلتفت أكثر من هذا، يلتفت هكذا وهكذا حتى يرى خده لا بأس، يراه من وراءه لا حرج كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالإمام يلتفت المأمومين والمأموم يلتفت عن يمينه وعن شماله إلى من عن يمينه وعن شماله حتى يرى من يمينه ومن شماله خده إذا التفت. نعم جزاكم الله خيرا. ماذا عن الجلسة الخفيفة قبل أما الجلسة فهذه سنة مستحبة ويقال لها جلسة الاستراحة وليست واجبة، من فعلها فقد أحسن ومن لا فلا حرج. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في صلاته صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها غير مستحبة، وأن في النبي صلى الله عليه وسلم محمول على أنه كان بعدما كبر السن وثقل، والصواب أنها مستحبة مطلقة، هذا هو الصواب، لأنها ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فدل ذلك على استحبابها بعد الأولى والثالثة في الرباعية، بعد الأولى في جميع الصلوات وبعد الثالثة في الرباعية جلسة خفيفة مثل جلوس بين السجدتين. وهكذا السنة يضع كفه اليمنى على كفه الوسطى والرسل والسائل إذا كان واقفا، يضع كفه اليمنى على كفه الوسطى وعلى الرسل والسائل، يكون تكون يد على بعض الكف على الكف وبعضه على الرسل وبعض الأصابع على الساعد. نعم. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل كما ثبت هذا في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. نعم. ماذا عن التورك للمأموم في الصف المزدحم إذا دعت الحاجة إلى التضام وعدم التورك؟ لا يتورك. طيب. التورك سنة. طيب. مستحب في الشهة الأخير، فإذا كان يؤذي به إخوانه فلا يتورك، يجلس على اليسرى كجلوس بين السيدتين هو التشهد الأول، لأن إيذاء إخوانه محرم. نعم. فلا يستبح المحرم بالمستحب، يترك المستحب حتى يتوقع المحرم، فإذا إخوانه وتعدي عليه أمر لا يجوز. فإذا كانت مضايقة في الصف فإنه لا يتورك، بل يجلس على رجله اليسرى كحاله بين السيدتين إذا استطاع ذلك. أما إذا كان مريض أو عاجز لا يستطيع فيعمل ما يستطيع ويتوقع الإيذاء مهما استطاع. يقول إن بعضهم يتماوت في الصلاة. تقدم الكلام في التماوت. نعم. تقدم أنه ينبغي له أن لا يتماوت. طيب. المشروع أنه يقبل على صلاته ويقبلها بقلبه مع إقبال عليها وخضوع فيها لله عز وجل، لا يتماوت كالنائم، بل يقبل على صلاته إقبال الحي الحاضر القلب المنتبه لصلاته المعظم لحرمات الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. ثم يقول إنه يلاحظ على البعض التقصير الفاحش للثياب. السنة نصف الساق إلى الكعب، هذه السنة، إذا تمم من نصف الساق وإن نزل إلى الكعب فلا بأس. الحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، وباعثها مستمع من هناك رمز إلى اسمه بالحروف عين صاد ألف. يقول في أحد أسئلته: كنت قد خلعت ضرسا في أول شهر رمضان، وبعدما خلعته كان يأتي بدم وأنا صائم، ولا شك أنه كان يدخل في جوفي دم بسيط ولم أفطر حين ذاك، فما الحكم؟ قلع الضرس لا يبطل الصوم، إذا احتاجه المؤمن لا يبطل الصوم، إذا قلع ضرسه وهو صائم لا يضره، لكن يتوقع دخول الدم إلى جوفه يلفظه ويتمضمض حتى لا يذهب إلى جوفه شيء، وإذا ذهب شيء من غير عمد ولا قصد لا يضر الصوم، أما إن تعمد ابتلاع الدم فإنه يبطل صومه عليه القضاء، لكن ليس له يتعمد ذلك، بل يتوقع ذلك ويجتهد كما يتمضمض ويجتهد ألا يذهب شيء إلى جوفه، فلو غلبه شيء من غير قصد لم يضر صومه. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.